تحدث رئيس الحكومة تمام سلام عن تقدم في مفاوضات إطلاق العسكريين المخطوفين، ولكنه تقدم غير كاف ولا يعول عليه. هذا الملف شهد مناقشات في جلسة مجلس الوزراء على خلفية إطلاق حزب الله لأسيره عماد عياد في مقايضات مع عنصرين من الجيش السوري الحر، وكان هناك توافق على أن كل الظروف المحيطة بالأسر والإفراج عن عنصر حزب الله تختلف عن الظروف المحيطة بقضية العسكريين، لا سيما لناحية أن صفقة عياد تمت بين طرفين غير رسميين، وإلى أن التبادل الذي تم مؤخرا بين بعض الأسراء ترك انعكاسا لدى أهالي العسكريين المخطوفين، بالرغم من أنه لا يمكن المقارنة بين هذا التبادل وقضية العسكريين المخطوفين. في ملف سلامة الغذاء تأكيد على دعم خطوات الدولة في هذا الإطار، ولا سيما ما يقوم به الوزير أبو فاعور، وتعهد من وزير العدل بمواكبة خطوات وزارة الصحة قضائيا حتى وجوب نشر الأحكام الصادرة بحق المخالفين لقانون حماية المستهلك. وشكل مجلس الوزراء لجنة من الوزارات المعنية مهمتها التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والبلديات على أن ترفع عند الحاجة توصيات لرئيس الحكومة لعرضها على مجلس الوزراء. الحكومة أرجأت البحث بالتراخيص لكليات جديدة في بعض الجامعات بعدما اعترض وزراء الكتائب والتقدمي الاشتراكي، وأقر مجلس الوزراء لدى مناقشته جدول الأعمال مشروع قانون يتعلق بضريبة الدخل. بغية إعفاء قطاع الصناعة السينمائية من 50% من ضريبة الدخل، كما أقر طابعين بريديين لرجلي الاستقلال بشار الخوري ورياض الصلح، وتكليف وزارة الاتصال تقديم اقتراح خلال 15 يوما إلى مجلس الوزراء بإصدار طوابع بريدية تذكارية تكريما لسائل رجالات هذا الاستقلال. رئيس الحكومة أبدى حزنه لرحيل صباح الممثلة والفنانة القديرة، وقد نعاها دولة الرئيس معزيا زويها واللبنانيين جميعا برحيلها. الرئيس سلام جدد المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية.